السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد، وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن صوت مهم جدا جدا في الفونكس، ونطقه غريب جدا جدا جدا، اللي هو الدبل أو. الدبل أو ليه أكتر من نطق؟ بنطقه زي أو ده كلمة بوك، بنطقه أو ده كلمة فود، بنطقه أه ده كلمة بلاد. تعال نشوف الأول نطق الحرفين الأول في الجوليفونيكس، وبعد كده نشوف هنتكلم نقول ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، تعال نشوف النطق بتاعه. زي ما انت شايف كده، ده صوت الصوت الاولاني بتاع الشورت او، اللي هو او أو أو like book. أو أو تمام، يبقى ده اول نطق للشورت او، للدبل او، كانها شورت او بالظبط، كانها كلمه بوكس. تمام، فوكس، بوك، فوت، لوك، ده النطق الاول لايه؟ الدبل او. النطق الثاني بقى أو او أو او أو او أو طيب بيتكتب ازاي؟ تاني طيب، ده كده بالنسبة لإيه؟ للدبل أو أو أو. تعال نشوف بقى كلمات عشان هنا كلمة روف، ده صوته الثاني روف. ها، فود، بوك، فوت، هوك، مون، كوك، وات، بول، تولز، وول. طيب هل في طريقة معينة نعرف منها امتى نطقوا اه وامتى نطقوا او؟ مفيش أي حاجة خالص في قواعد اللغة الإنجليزية بننطق فيها او تعرفني امتى انطق الاو او او وامتى انطقها او. طب انا ابني يعرفها ازاي؟ من خلال التكرار، والكلمه تعدي عليه مره واثنين وثلاثه وعشره، فبعد كده بيعرف الكلمه دي بنطقها او ولا او. زي كلمه زوم، روم، تمام، روتس، فود. يبقى انت ما عندكش اي طريقه تميز بيها. الجزء الثاني لوك، بوك، توك، فوت، هنا شورت او، لكن كلمه جود هو جايبها هنا بالخطا، ما اسمهاش جود، لا اسمها جود مكسوره كده، جود، جود مكسوره كده. تمام، اه دي هنا، هنا كل الكلمات دي فيها الاو او شورت او. هنا لوك، فوت، كوك، جود مكسوره، بوك، توك، وات، هوك، هوت، نوك، فوت، جود، توك، هوك. تمام، دي كل الكلمات او دي النطق الصحيح للاو او، سواء اه او او. وانتظرونا في فيديوهات اخرى ان شاء الله توضيح لاهم الحاجات في الفونكس، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.